وفيه هدى الله قرآنه تحن القلوب إليه حنينا ويكفي وما عنه يكفي بديل فويل لمن غيره يبتغون. تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، ونحن على مقربة من شهر شعبان. اسم للشهر سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، وقيل للغارات، وقيل لأنه شعب أي ظهر بين رجب ورمضان. وشعبان شهر عظيم ترفع فيه الأعمال إلى الله، يغفل الناس عنه، وله في التاريخ الإسلامي ذكريات. فقد كان انشقاق القمر في شعبان، ولما أكثر المشركون من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الدالة على نبوته في فحصل سألوه في منتصف شعبان عن انشقاق، فسألوه أن يشق القمر، فأشار إليه فانشق حتى بان جبل حراء بين فلقتي القمر، فقال لهم انظروا، فقالوا لقد سحركم محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية، يعني انشقاق القمر، يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. كذلك كان فرض صيام رمضان في الثاني من شعبان في العام الثاني من الهجرة، فشعبان شهد فرضية رمضان. كذلك كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة رضي الله عنها في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة قبل أحد. غزوة بني المصطلق كانت في شعبان، غزوة تبوك كانت في شعبان، قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وكانت باتجاه الشام، واستغرقت شهرين رجب وشعبان سنة 9 للهجرة. طبعا شهد شعبان مواقع كثيرة، وفي القرن الخامس الهجري قام السلطان محمود بن سبكتكين رحمه الله ومحمود الغزنوي بغزو الهند، وكسر الصنم الأعظم عندهم المسمى سومنات، وكانوا يفدون إليه من كل فج عميق، وتزعم الهنود أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعت عنده. في شعبان حصلت مصيبة عظيمة بذهاب بيت المقدس في الحملة الصليبية الأولى، قال ابن كثير رحمه الله: ولما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان سنة 392 أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس شرفه الله، وكانوا في نحو 1000 مقاتل، مليون، وقتلوا في وسطه أزيد من 60,000 قتيل من المسلمين، وجاسوا خلال الديار وتبروا ما علوا تتبيرا. في الرابع من شعبان كان في سنة 582 هجرة بدء صلاة المسلمين في المسجد الأقصى بعد تطهيره من الفرنجة على يد صلاح الدين، يعني سبحان الله بالضبط 90 سنة. يعني احتلوا الصليبيين في شعبان وطردوا منهم في شعبان، بس بينهم 90 سنة. طبعا شهر شعبان ليس من الأشهر الحرم، وورد في فضله استحباب الصيام فيه ورفع الأعمال إلى الله.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري. فإذا صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع ما كان قريبا من رمضان قبله أو بعده. فالصيام في شعبان بمنزلة السنة القبلية للصلاة، وصيام ستة شوال بمنزلة السنة البعدية للصلاة. فإذا صيام شعبان فضل عظيم، وكذلك السنن الرواتب أفضل من التطوع المطلق. وبالتالي لو واحد قال يعني مثلا صيام شعبان أفضل من صيام يوم وترك يوم، يعني الصيام المطلق مثلا صيام النافلة المطلق، نقول أفضل منه بلا شك. طيب يعني ليش تخصيص شعبان بكثرة الصيام؟ لأمور، يعني طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه. إذن العبادة في وقت الغفلة. ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هذا سبب ثاني: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حديث حسن. طبعا التعود على العبادة حتى لا تفاجئ الإنسان وغير مثلا متهيئ لها، التعود على الصيام هذا سبب ثالث. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، نبهنا إلى شيء مهم، وهو إحياء أوقات الغفلة. إنه مثلا بعض الناس، ليش بعض السلف كان يصلي يكثرون من الصلاة أحيانا بين المغرب والعشاء وقت في الناس في غفلة مثلا؟ يعني أيضا رجب شهر محر من أشهر الحرم، ورمضان معروف، بينهما شعبان، فبعض الناس يغفل عن شعبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستحب عمارة أوقات الغفلة بالطاعات، وأن هذا محبوب إلى الله عز وجل. لو مثلا أنت رحت إلى السوق مثلا، تمشي في الأسواق في السوق، فلهج لسانك بذكر الله، يعتبر هذا شيء عظيم، لأنك ذكرت الله في مكان غفلة. فإذا ذكر الله في مكان غفلة، في زمان غفلة، في حال غفلة، يدل على يقظة قلب صاحبه. وفضل القيام في وسط الليل أو في آخر الليل لأن الناس نايمين. وإحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة أقرب إلى الله، لأنه أخفى، والإسرار بالنوافل أفضل، وأشق على النفوس لكثرة الغفلات، فيشق على نفوس المستيقظين طاعات وسط ناس غافلين. طيب أيضا من أسباب الصيام في شعبان أنه قال ترفع الأعمال إلى الله وتعرض على رب العالمين، وأنت تحب يا مسلم أنه يكون عملك يعرض على الله، وأنت على طاعة، وأنت على عبادة. ورفع الأعمال إلى الله ثلاثة أنواع: رفع يومي، ورفع أسبوعي، ورفع سنوي. الرفع اليومي كل يوم ترفع الأعمال إلى الله، يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، وقبل عمل الليل قبل عمل النهار، كما جاء في صحيح مسلم. وكذلك يرفع ترفع أعمال الأسبوع تعرض على الله في كل اثنين وخميس في العرض الأسبوعي هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحب أن يعرض عملي وأنا صائم في صيام الاثنين والخميس. وعندنا رفع السنوي اللي هو في شعبان، شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني لأن الله يتقبل العمل، قبول العمل أكثر. ولما كان شعبان كالمقدمة لرمضان، كانت فرصة للتهيؤ لرمضان بصيام شيء من شعبان ليحصل التأهب، وتتروض النفس وتتعود على الطاعة، ولما يجي رمضان ما تتفاجأ الآن، يعني خصوصا الآن وقت حر، الآن وقت حر يعني. فلذلك كان التهيؤ له، التهيؤ لرمضان بصيام شيء من شعبان، كان أمرا حسنا. السلف كانوا شهر شعبان عندهم أيضا شهر في كثرة قراءة القرآن، حتى كان يقال لشعبان شهر القراء. وكان بعضهم إذا دخل شعبان تفرغ لقراءة القرآن.
فالمسلم الآن فرصة، أي فرصة للطاعة يهتبلها ويغتنمها. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت منها ويخلي الموت قهرا منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك، اللحق نفسه. كذلك في شعبان إعانة للفقراء والصدقة عليهم قبل رمضان. ليش؟ حتى ما يدخل عليهم رمضان وهم جائعين، ما عنده سحور، ما عنده إفطار. ولذلك كان بعضهم يخرج زكاته في شعبان تقوية للضعفاء والمساكين على الصيام. وفي خطأ يفعل بعض الناس، تحل زكاته في شعبان يقول لا أأخرها في رمضان أفضل. لا يا أخي، لا، تأخيرها حرام. وتحرم، ليش تحرم الزكاة، تحرم المستحقين منها شهرا كاملا؟ ليه؟ فإذا حلت الحول، الحول حال الحول في شعبان، طلع في شعبان ولا تأخري رمضان. إياك إياك، متى وجبت الزكاة فلا بد من إخراجها. بعدين لازم إيش؟ نوصي يعني النساء، نقول اللي عليها قضاء، يا جماعة تستعجل بسرعة، ترى الآن باقي شهر على رمضان، يلا اللي عليه قضاء، اللي عليه قضاء من سفر، من مرض، من الدورة الشهرية، يلا صفوا الحسابات. ما يجوز يجي رمضان وانتوا ما قضيتوا اللي فات، لازم تسرع تعجل تقضي. أم أمجد معنا، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. طيب يا شيخ، في ديننا الحنيف يقول أن إكرام الميت دفنه، صح؟ وقيل كذلك أن ما أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. طيب أنا يا شيخ أردت أن أترك وصية بعد وفاتي، أن أتبرع بأعضائي، فما رأيك، هل يجوز أم لا؟ طيب تسمعون الجواب إن شاء الله في التفصيل في التبرع بالأعضاء، التفصيل في حكم التبرع بالأعضاء. أخونا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام طيب وبركاته، حياك الله يا أخي. سؤالي الأول بارك الله فيكم، ما هو فضل الصبر على البلاء والمصائب والمحن؟ السؤال الثاني، هل يجوز للمظلوم الدعاء على الظالمين وأعوانهم؟ أخيرا بارك الله فيكم، نعم، ما هي عاقبة الإشراك بالله سبحانه وتعالى والغلو بالأولياء والصالحين؟ نفع الله بعلمكم وسددكم، وصلى الله على نبينا محمد. وصلى الله على محمد. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في الدعاء على الظالم ما حكمه، والدعاء على المجرمين. أبو محمد من الجزائر تفضل. أبا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام طيب بركاته. الشيخ بارك الله فيك، عندي سؤال. نعم. حكم العمل في مصنع يسمع فيه أجهزة التلفاز. حكم العمل في مصنع إيش؟ يسمع فيه أجهزة التلفاز. يصنع فيه أجهزة التلفاز. نعم. ايوه، تسمع الجواب ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يحييك يا اخي. الاخ هشام معنا. عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حال شيخنا المبارك؟ الله يحييك يا اخي. جزاك الله خير وبارك الله فيك. الله يحييك. بسأل يا شيخنا عن عندي اراضي. اي. وحال عليها الحول، اراضي للبيع فعلا. ايوه. وصراحه للحين ما تمكنت من اخراج زكاه، يعني ما عندي فلوس على أساس أطلع زكاة. تمام. ما بيعتها يعني، نعم، بس هي معروضة وحالها الحل. طيب تسمع، نعم، الجواب إن شاء الله في حكم زكاة العقار، والعقار المعروض للبيع وقد حال عليه سنوات وهو معروض للبيع. طيب أخونا هشام، أخونا أبو محمد، تفضل أبو محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام طيب وبركاته. كيفك يا شيخ، حظك طيب. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. بالنسبة طال عمرك المحلات تعطي بطاقة،
أنت معي؟ بالنسبة لماذا؟ بعض المحلات الكبيرة تعطي بطاقة يعني تخصها مثلا لما تأتي تشتري أنت. أيوة. تعمل لك مثلا من قيمة المبلغ اللي شريته مثلا إضافي 3 ريال أو 4 ريال 10 ريال على حسابك على مدار السنة. فالحكم في هذا يا شيخ، هل يدخل مثلا يدخل أو كذا ولا ما أدري؟ يعني السؤال هو إسلام، إنه البطاقة هذه ما هي؟ البطاقة يصف محل نفسه، يعني محل اذا اشتريت منه يعطيك بطاقة تخفيض مثلا. اي نعم، اسم موجود فيها اسمك ورقم خاص لك عند كود معين عندهم في الشركة. طيب، وبحيث انك لما تاتي تاخذ مثلا تشتري اغراضك من هذا المحل يعملون لك مثلا على كل 100 ريال تقريبا ريالين او 3 ريال وفر لك. طيب يعني يكون لك وفر في الاخير في خلال السنة تبقى 600 ريال تشتري بها بعدين اي شيء من عندهم. أيوة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في حكم بطاقات التخفيض. بطاقات التخفيض. الأخ علي. أي نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، طيب بركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك يا أخي. الله يوفقك. أنا بسأل، عندي سؤال يا شيخ. نعم. ومثلا إذا دخلت في الصلاة والإمام يصلي مثلا في الصلاة الرباعية، قد انا يعني دخلت الركعه الاولى وهو في الركعه الثانيه وجلس للتشهد، هل اقرا التحيات ولا لا؟ هذا سؤالي. يعني انت دخلت وهو في التشهد الاول ولا الاخير؟ الا في التشهد الاول. التشهد الاول هل تقرا التحيات ام لا؟ اي نعم. طيب حياك الله اخونا محمد من موريتانيا، تفضل. سلام من موريتانيا. طيب سناء، الأخت سناء. يا شيخ بشكركم يا شيخنا على هذا البرنامج. الله يحييكم. الشيخنا أمي عم تعمل أمي كدير لك شي ديال الشعوادة، وكترغمني انني ندير هذاك الشيء. هي تدعو للشعوذة. وكترغمني ندير احجيبة. وايش؟ كتخليني ندير هذاك الشيء اللي يعطيها ديك السقي. سناء اول شيء صوت التلفزيون، اغلقي صوت التلفزيون حتى ما يشوش علينا. طيب كنا نتكلم عن مسألة الصيام في شعبان، وقلنا قضاء الصيام، وأنه المبادرة قبل مجيء رمضان. طبعا الصيام في النصف الأول من شعبان لا حرج فيه، والنصف الثاني من شعبان في صيام فيه كلام، لكن من كان له عادة بالصيام من قبل فلا بأس. ولذلك لو كان عندك عادة بالصيام تستمر عليها وممكن تزيد، تستمر عليها وممكن تزيد. ونحن يعني في يعني هذه المناسبة نقول الآن في ما يحدث في الشام، ما يحدث في الشام الآن أحداث عظيمة، وشهر شعبان قادم، والشهر هذا ترفع فيه الأعمال إلى الله. ولذلك من الأعمال العظيمة التي ترفع إلى الله صدقاتكم يا مسلمون، وأعمالكم ونصرتكم لإخوانكم. فلما تنصرهم بالمال أو تنصرهم بالإعلام أو تنصرهم في الشبكات أو تنصرهم بالدعاء أو تنصرهم بالطب والمساعدات الطبية أو تنصرهم بالمواساة، لا شك هذه أعمال صالحة ترفع في شعبان. ف
فكيف بمن يقاتل في سبيل الله في شهر شعبان؟ إنها أعمال عظيمة ترفع إلى رب العالمين. أختنا سعاد من المغرب. نعم. ألو. نعم يا سعاد. أنا بغيت نسول الشيخ على واحد سؤال. تفضلي. أنا الرجل ديالي طلب مني طلاق. نعم. عنده واحد المشكل. الرجل ديالي طلب مني طلاق عنده واحد المشكل. ألو. زوجك يطلب مبلغا، يطلب مالا من شخص؟ لا، يطلب طلاق مني أنا. يطلق طلاق، بغي يطلق مني. لا لا سعاد، لو تقولي سؤالك باللغة العربية الفصحى. باللغة العربية الفصحى. ألو. أيوة يا سعاد. نعم. زوج ديالي. أيوة. عنده واحد المشكل. وهي وهو المشكل إيش؟ عنده مشكل مع واحد المرأة شدته في الشمس. أيوة. وقال لي ينطلقوا صنقع شمح وشلل نحر. يعني هو عنده علاقة محرمة؟ ولا هو دابا تزوج بيا أنا وحدة دعته وشدته في الحبس. أيوة. لا ما عندوش من تزوج بيا، ما عندوش، هي تزوج بيا أنا عدعته هي. طيب ما هو السؤال؟ بغيت نعرف واش حلال ولا حرام نطلق منه نبقى عايشة معه. يعني انت تبغى تعرفي هل حلال او حرام انك تعيشي معه؟ ايه مطلقة. يعني انت هو الان، هو انت الان على عصمته ولا لستي على عصمته؟ لا انا على عصمته دابا، تطلب مني طلاق. انت الان على عصمته وانت تريدين الطلاق؟ لا هو اللي بغى الطلاق، بغاني نطلق منه باش يتزوج بهذيك السيدة باش يخرج من الحبس. ايوه يعني هو يريد ان يطلقك و يتزوج بها ويتزوج في امرأة اخرى ويخرج من الحبس وعاد يرجعني. يعني يطلقك ثم يتزوج امرأة اخرى ثم يعود اليك مرة اخرى؟ ايوه. طيب ليش يسوي، ليش ما يتزوج هذه الزوجة الثانية مباشرة؟ رفضت قضية الأسرة، رفضت باش يتعدد الأزواج باش يتزوج بجوج. طيب الآن لو تزوجها، لو طلقك وتزوجها ولما رجعك لما لو رجعك سترفض هي؟ لا قال لي هو يا ما تمشيش هي خبر. طيب تسمعين الجواب يعني توجيها في هذا، يعني رجل يريد أن يتزوج، رجل متزوج ويريد أن يتزوج امرأة أخرى ترفض أن يكون عنده زوجة، فيطلق الأولى ويتزوج الثانية ثم يعيد الأولى ثم يعيد الأولى، ما حكم ذلك؟ تسمعينه إن شاء الله، تسمعين الجواب في هذا. أبو يوسف معنا، تفضل. أبا يوسف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ الله يحييك. السؤالين يا شيخ محمد. نعم. السؤال الأول يا شيخ محمد، ما صحة حديث من صلى لله قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرمه الله على النار؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله. والسؤال الثاني يا شيخ محمد، هل النهي عن لبس الحمار بالكامل خاص بالرجل أم بالرجل والمرأة؟ لبس الأحمر الكامل أو الأحمر الصافي أو الكامل أو القاني، هل هو خاص بالمرأة؟ هل هو خاص بالرجل؟ النهي خاص بالرجل أم يشمل الجنسين؟ الله يجزاك خير يا شيخ محمد. الله يحييك يا أخي، تسمع الجواب أيضا إن شاء الله على هذا السؤال. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. آية اليوم، زاد الحجيج، تربية النفس، قصص الصحابة، الراصد، مع الناس، والعديد من البرامج المميزة. الآن يمكنك مشاهدة وتحميل والاستماع لبرامج شيخ محمد صالح المنجد ضمن سلسلة بودكاست على آي تيونز.
الآن يمكنك الحصول على كتب الشيخ محمد صالح المنجد بتحميلها مجانا على صيغة PDF تخاطب الفتيان والفتيات والأسرة والمجتمع، قضايا شبابية واقعية إيمانية هادفة ضمن مكتبة مجموعة زاد الإلكترونية. مجموعة زاد، تزود. www.almunajjid.com/box. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ بن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12,000 فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa. موقع الإسلام، سؤال وجواب. www.islamqa.info. من إنتاج مجموعة زاد. الآن حمل نسختك من تطبيق الإسلام سؤال وجواب. يحتوي هذا التطبيق كامل محتوى موقع الإسلام سؤال وجواب من الفتاوى والتوجيهات التي تهم كل مسلم. التطبيق يعمل على أجهزة الآيفون والآيباد وأجهزة الأندرويد. أكثر من 12 لغة عالمية. تحديث يومي للفتاوى. يقدم التطبيق خدمات نشر المحتوى، تصنيفات علمية متعددة لسهولة التوصل إلى المعلومة، إمكانية استعراض الفتوى بأكثر من لغة: عربي، تركي، صيني، إنجليزي، فرنسي، إسباني، إيغوري، أردو، هندي. سارع بتحميل نسختك المجانية من متجر أب ستور ومتجر أندرويد، واستخدم التطبيق مع توفر الإنترنت وبدونه. زاد للنشر كتاب بدعة إعادة فهم النص، تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، قراءة شرعية لبيان خطر بدعة إعادة فهم النص ومخالفتها لمنهج السلف الصالح، والأهداف الخفية وراء التشكيك في فهم السلف للنصوص الشرعية. كتاب بدعة إعادة فهم النص متوفر الآن ضمن تطبيقات أب ستور وأندرويد ماركت. للتواصل عبر بريدنا الإلكتروني publishing@zadgroup.net. مجموعة زاد، الشراكة في الإنتاج الهادف. من إنتاج مجموعة زاد. الآن تطبيق الوضوء والصلاة للأطفال، تعليم الأطفال صفة الوضوء والصلاة بأسلوب مبسط وعرض جذاب. يشمل مجموعة من الوسائط الإلكترونية والرسومات والتدريبات، بالإضافة إلى قسم التدريب الذي يقوم الطفل من خلاله بترتيب حركات الصلاة وأفعال الوضوء على النحو الموضح تعليميا، مما يساعد على اختبار مدى إدراك الطفل وتحقيق التفاعل بين الطفل والبرنامج التعليمي. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. حياكم الله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ الإجابة عن الأسئلة وتلقي المزيد منها إن شاء الله. الأخ كان يسأل ما هو فضل، طيب الأخ قبل أن نبدأ معنا الأخ سعيد، تفضل يا أخ سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة في حرمة رابعة من زوجة أبي. نعم. مع أخوي، وأخوي ليس أخي، ليس أخلي من أمي، من أبي بس. هل يجوز أقبلها وأقبل بناتها أو لا؟ واضح السؤال؟ رضعت من زوجة أبيك في عصمة أبيك. إيه أبي، نعم في عصمة أبي. يعني صاحب اللبن أبوك. والله أعلم هذا، إيه بس هذا السؤال. ايوه يعني هو زوجها، ابوك زوجها، وارضعت ودر اللبن، ولبن بسبب الزوج الذي هو ابوك. اي بس كان اخوي رضعت الحرمة، رضعت مع اخوي، واخويا من ابي بس. طيب حياك الله. اخونا عقيل تفضل. السلام
السلام عليكم شيخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال شيخي، قوله تعالى في سورة إبراهيم، أيوة، ترى المجرمين يومئذ مقرنين بالأصفاد، أيوة، سرابيلهم من قطران، أيوة، معنى سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار. السؤال الثاني، نعم، سألتك في حلقة سابقة، يعني على ما أعتقد نسيت تجاوبني، أيهما أفضل، صيام الأيام البيض أم الاثنين والخميس؟ الله يحفظك. الله يحييك، تسمع الجواب إن شاء الله. أيهما آكد يعني أو أفضل، صيام الأيام البيض أم صيام الاثنين والخميس؟ أبا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. عندي سؤال. نعم. أو ثلاثة سنة. السؤال الأول، صلينا العصر يعني. نعم. جاء واحد يعني بعد ما صلى العصر، هل يجوز يعني أصلي معه؟ يعني صدقة يعني لي تكون. طيب طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني، الصدقة بالصلاة بعد العصر لمن صلى العصر. السؤال الثاني، يعني صلينا العشاء وكان فيها غرة هذا حق المواسير، أيوة، يعني حاولت اني طلعت منه شيء كثير، يعني اخرجت منه لكن في يدي في الكف يعني، نعم، فعلى اساس اني صلاة الفجر قبل الصلاة اكمل الباقي، لكني صليت الفجر ونسيت يعني، بعد قبل صلاة الظهر تذكرت ورأيت بقى يعني من نص سنتي او ربع سنتي، نعم. هل يعني في شيء حرج ولا لا؟ وازلتها بعد، ازلتها بعد صلاة الفجر. تمام تمام، ايوه بعد صلاة الفجر. طيب طيب، شكرا شكرا. حياك الله اخونا محمد من النيجر. نعم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. سؤالي يا شيخ، هناك بعض الناس اذا مات لهم ميت يفعلون لهم صدقة ثلاثة ايام ثم اسبوعا وثم سنة، هل يجوز في الاسلام ام لا؟ اذا مات لهم ميت ماذا يفعلون؟ يصدقون له ثلاثة أيام ثم أسبوعا ثم سنة. يتصدقون صدقة، يعني يفعلون له صدقة هكذا، يعني يذبحون له ويصدقون له يعني هكذا. طيب يتصدقون ثلاثة أيام، بعدين كيف يتصدقوا؟ طيب شهر أو سنة كيف؟ يعني إذا فعلوا ثلاثة أيام له أسبوعا ثم سنة، يعني يعني قصدك يعني قصدك يتصدقوا إذا مات وبعد وعلى رأس الأسبوع يتصدقوا، على رأس السنة يتصدقوا؟ نعم نعم نعم. طيب طيب طيب، خير إن شاء الله. إذن الصدقة عن الميت على رأس موته وعلى رأس أسبوع من موته أو شهر أو سنة. طيب، كان أخونا يسأل عن ما هو فضل الصبر على البلاء والمحن؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك لله يفعل فينا ما يشاء. إنا لله، اللام لام الملك، إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا راجعون إليه سبحانه وتعالى. فإذا يذكر نفسه بأنه مملوك لله يفعل به ما يشاء، وبأن مرجعه إلى الله والمصير إليه سبحانه. أولئك عليهم صلوات من ربهم. شوف هذه الفائدة الأولى، لأنه يقول ما هو فضل الصبر على البلاء؟ عليهم صلوات من ربهم ورحمة. طبعا إذا الله صلى على العبد ماذا بقي؟ ورحمة، وأولئك هم المهتدون، فيكون هذا من أسباب الهداية. الصبر على البلاء من أسباب الهداية. وكذلك يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويرفع الدرجات ويضاعف الحسنات سبحانه.
أخونا ياسر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ الله يحييك يا أخي. أنا أحبك في الله. أحبك الله. شيخ ممكن أحصل رقم الهاتف مالك؟ طيب تأخذ من الإخوان إن شاء الله في التحكم. الله يجزاك خير. جزاك الله خير. الله يحييك. كان السؤال عن التبرع بالأعضاء. طبعا أخونا محمد تفضل. محمد؟ محمد من ليبيا. طيب التبرع بالأعضاء ليس على درجة واحدة، فهنالك التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة. يعني واحد تبرع مثلا بقلب يجوز؟ ما يجوز، لأنه معناه راح يموت إذا تبرع. فإذا كان التبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب والكبد فهذا حرام، لأنه قتل للنفس. الثاني أن يتبرع في حياته بعضو لا تتوقف عليه الحياة كالكلية والشرايين. فقد اختلف العلماء المعاصرون في المسألة. ليش؟ لأن البدن ما هو ملكك، البدن ملك لله. الحين بعض الناس يفكر أنه هو البدن ملكه، يعني أنا ممكن واحد ما عجبه مثلا شيء معين يقطع يده ويقول يعني أنا بدي أقطع يدي، إيش هذا جسمي، هذا جسمي، أنا بدي أبيع قرنية، أبيع كلية، أبيع ما هذا جسمي. فنقول حرام، لأن الجسد ليس ملكك، إنما هو ملك لله. فالجسد أمانة عندك، ما هو ملكك، ولذلك مو على كيفك تبيع، ما يجوز والله علي دين أروح أبيع كلية، لا. طيب الآن ما حكم أن يتبرع بشيء لا تتوقف الحياة عليه؟ صدرت فتوى بالجواز من عدد من المؤتمرات والمجامع والهيئات واللجان، مثل مؤتمر الإسلامي الدولي، مجمع الفقه الإسلامي، هيئة كبار العلماء. طبعا لو قلت نقل دم وما تتضرر أنت ويستفيد هو لا مانع، لكن هذا الدم متجدد، بينما العضو لو أنت تبرعت بكلية ما يطلع لك كلية بدالها. فالتبرع بالدم الذي هو مخلوف يعني يأتي بدل منه لا مانع. التبرع بعضو ما تتوقف الحياة عليه، نعم في حياتك أنت. أجازه بعض العلماء بشروط، قالوا إذا أنت ما تتضرر، ويغلب على ظن استفادة هذاك، لأنه هذاك قد يكون يقول لك الأطباء نسبة النجاح العملية 5%، ما في غلبة ظن باستفادته، فلازم أنت ما تتضرر، ويغلب على الظن أنه يستفيد وأنه يكون مجانا، لأنه ممنوع البيع في الإسلام، حرام واحد يبيع من جسمه. طيب فأجازها بعض العلماء بهذه الشروط. طيب هذا الآن التبرع في الحياة. طيب التبرع بعد الموت، أجاز بعضهم ذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته، وإذا كان الميت مجهول قالوا موافقة ولي أمر المسلمين، إذا كان مجهول هوية أو لا ورثة له. طيب أم محمود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يستر عليك دنيا وآخرة إن شاء الله. أنا أبويا كان مريض وقاعدة ترجى زوجي إني بدي أسافر أشوفه وما أرضي لي، وبعدين قلت له إذا توفى الوالد أنت تحرم علي، إيش كفارة هذا؟ وتوفى الوالد وما شفته. وعندي سؤال ثاني، حجيت قبل 10 سنين وما سويت دم، بس حجيت وما ذبحت ولا ندرت فدية ولا شيء. لكن ايش نوع الحج؟ افراد، تمتع؟ افراد. ايوه. وما ذبحتي في الافراد؟ ما ذبحت. تمام. ايوه خير ان شاء الله. عندي سؤال. أيوه. انا لما اروح الحرم اطوف اقرا ادعية من الكتاب، ما اشوف اكشف عن وجهي يعني لين اسوي عمرة. أيوه. هل علي حرام؟
طيب. أغطي من التنعيم، أروح أخذ العمرة من التنعيم. تسمعين الجواب؟ طيب. ولين أوصل الحرم أكشف يا شيخ. خير إن شاء الله. عشان ما نيتي إنه أحد ولا شيء. يأتيك الجواب إن شاء الله، يأتيك الجواب بإذن الله. ومعنا أخونا محمد من السودان، تفضل. محمد. عليكم السلام شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. الله يبارك فيك. نسأل يا أخي من حكم التعامل مع المبتدع. حكم التعامل مع المبتدع. حكم مع المبتدع. وإلى من تنتسب الجماعة البلاغية؟ الجماعة البلاغية هذه عندكم في السودان؟ أيوة كثيرة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، إذا كان عندنا جواب نعطيك إياه. الله يحييك. أحفظك الله. يا أهلا ومرحبا، حياك الله. بالنسبة لدعاء المظلوم على الظالم، دعاء المظلوم يعني لا، قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا، وكان الله سميعا عليما. لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. فقوله تعالى إلا من ظلم، وفي الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدل الحديث على صحة الدعاء على الظالم من قبل المظلوم، وخصوصا لما يكون الظالم يظلم المسلمين كظالم الشام وظلمت مشركي العراق وإيران ولبنان الذين يقتلون الناس بغير حق. فالدعاء عليهم بلا شك من الدين والإيمان، من الدين والإيمان. طيب نختم الأسئلة بسؤال أم علي، تفضل يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالين إذا مو زحمة شيخنا. السؤال الأول، صلاة النوافل النافلة هل هي صلاة الوتر؟ يعني هل صلاة الوتر من صلاة النافلة، هذا قصدك؟ نعم. طيب تسمعين الجواب. السؤال الثاني، من قال بوجوب الوتر ومن قال بأنه مستحب؟ نعم. السؤال الثاني إذا مو زحمة، أنا عندي بنت عمرها 12 سنة، فهي الحمد لله بلها يعني كم شهر تصلي، يعني قد بقي لها من يعني 100 سنة تبلش يعني. إيش عفواً، إيش السؤال يا أم علي؟ إيش السؤال؟ السؤال يعني هي بنتي عمرها 12 سنة وضليها في الأربع خمسة أشهر تصلي. طيب. يعني هي بدايتها، ف مش وقت يعني تبلش، يعني مثلا هل من 10 سنين او من 7 سنين حتى تعوض يعني. ايوه، يعني هل عليها قضاء ما سبق يعني قصدك؟ ايه نعم، هو أيوة. يعني هسه بداية صلاتها. طيب. نعم. الله يحييكم، حياكم الله. نختم بأبي عبد الرحمن وقد ضاق الوقت، تفضل يا اخي. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله شيخنا، الله يرفع قدرك. حياك الله، احبك الله. شيخنا الغالي الله يحفظك، عندي ابن اختي. ما له؟ تقاطع الشيخ مع والده لان ابوه رفض يزوجه وهو عمره 30. ايوه. وطبعا تصالحنا مع ابيه، طبعا ما رضينا يزوجها، رفض تماما، فسعينا وزوجناها. الان ابوه مقاطع الشيخ تماما يعني، ولا يسلم عليه، وحاول الابن يعني مرارا يعني يتصالح مع ابيه، لكن الاب رفض. طب ليش أبو رفض يزوجه؟ ليش؟ والله يا شيخ عذاب، يقول أنت مريض وأنت كذا، وبينهم أشياء قديمة كذا يحسبها من سنوات طائلة كذا، يعني هو ترك الوظيفة، يقول هو ترك الوظيفة وما يسمع كلامي وكذا، أشياء قديمة يعني. طيب المهم أنتوا سعيتوا له وزوجتوه فقاطعه أبوه. أي نعم يا شيخنا. طيب سؤال إيش هو؟ هل يأثمن الابن الآن ويحاول الصلح مع أبيه لكن الأب يرفض؟ تمام حياك الله يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة للغلو في الأولياء والصالحين، طبعا إياكم والغلو، النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، والله سبحانه وتعالى حذرنا، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإذا الغلو باب الشرك. الأولياء نحبهم، الأولياء والصالحين نتولاهم، الأولياء والصالحين ندافع عنهم، الأولياء والصالحين ندعو لهم، الأولياء والصالحين نقتدي بهم، حبهم إيمان، بس نزل فوق منزلته التي أنزلها الله إياها. فمثلا نصرف له نوع من العبادة، ندعو من دون الله ونستغيث به، ويا فلان أغثني، ويا فلان المدد، ويا فلان الحقني الحقني، ويا فلان أدركني، هذا الشرك. أطلب من الله، إذا سألت فاسأل الله. أما تطلب من هؤلاء وترفع، أو يعتقد أنه هذا فلان يعلم الغيب، وهذا فلان يغيث المضطر، وهذا فلان، أيضا هذا الاعتقاد شرك. ولذلك نحبهم نتولاهم، نعم إذا كانوا صالحين فعلا، أما نغلو بهم هذا الشرك. وإيش قوم نوح ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكانوا صالحين، لكن صوروهم عبدوهم. فإذا الصالحون والأولياء حبهم إيمان، والغلو بهم طريق الشرك. طيب، بطاقات التخفيض، بطاقات التخفيض التي تصدرها شركات الدعاية والإعلان أو التسويق أو شركات السياحة أو بعض المراكز التجارية، وتمنح حاملها حسما معينا على أسعار السلع. طيب، يعني مثلا يقولوا هذه بطاقة تخفيض 5%، هذه بطاقة تخفيض 10%، هذه بطاقة تخفيض 30%. إذا كان يتم الحصول عليها بمقابل مادي أو اشتراك سنوي، غير إذا كانت مجانية. فأما إذا كانت تتم الحصول عليها بمقابل مادي حرام، لأنها تشتمل على جهالة وغرر. أنا أدفع فلوس على بطاقة تخفيض يمكن أستفيد منها مرة ويمكن مرتين ويمكن عشرة، يمكن ما أستفيد منها أبدا، ما يجوز. ثانيا فيها تغرير بالناس وخداع لهم وامتزاز أموالهم. ثالثا فيها إضرار بالتجار، يعني اللي يطلع بطاقة تخفيض يجي الناس والآخرين لا يأتون إليه، ويصير في إغار الصدور بعض الناس على بعض. ولذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم التعامل بهذه البطاقات اللي هي بطاقات التخفيض التي لها قيمة، وأصدرت اللجنة الدائمة الإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من البطاقات، بطاقات التخفيض التي تباع لها قيمة، وكذلك أفتى الشيخان بن باز وبن عثيمين. أما البطاقات المجانية التي تقدم للمشتري من غير مقابل فلا حرج في استعمالها، خذ بطاقة تخفيض وروح لمحطة بنزين لفندق كذا، هذه مجانا لأنها مثل التبرع، مثل التبرع. طيب، الأخ قال إنه أنا بروح شو اسمه هذا، البقالة أو السوبر ماركت، فبشتري ويعطوني تخفيض على اشتريته، مثلا إذا اشتريت 100 يعطوني ريالين، يعني كأنك شريت 98، إذا شريت 100 يعطوني 5، إذا كأنك شريت 95، والخمسة ريال ممكن تشتري فيها سلعة ثانية، لا مانع، لأنه قصارى الموضوع إنه خفضوا لك على السعر. فمنح البطاقة مجانا هو من عقود التبرعات، منحها بفلوس من عقود الجهلة والغرر. طيب، يقول السؤال: من صلى حديث من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. هذا رواه الترمذي وحسنه وضعفه بعض العلماء، وعلى أي حال من عمل به فلا حرج، من عمل به فلا حرج. طيب، العمل في مصنع في يبيع أجهزة تلفزيون، تصنيع الأجهزة أصلا الأجهزة أصلا مباحة، لكن محظور فيش في طريقة الاستعمال. متى الإنسان يتورع؟ إذا غلب استعماله في الشر، إذا في جهاز غلب استعماله في الشر، غلب استعماله في الشر تورع ولا تشتغل فيه.
طيب وإذا كان يستعمل في الخير يعني مثلا سكين ممكن يستعمل يسوي جريمة ممكن يقطع فيه لحما ويعمل فيه طعاما الأصل الإباحة اللي يستعمله في الحرام هو اللي عليه المسؤولية ولا آثم أنا إذا صنعت سكين واحد راح سوى فيه جريمة لكن تصنع حرام صرف صنع خمر حرام تصنع ما يستعمل غالبا في الحرام تصنع ما يستعمل غالبا في الحرام نقول اتركه وتورع عنه اللي تصنع شيء ممكن في الحرام وممكن في الحلال نقول يتحمل مسؤوليته اللي يستعمله ولا تأثم أنت طيب من صلى العصر في جماعة ثم جاء رجل لم يصلي فقام فصلى معه فلا حرج عليه ليش؟ لأن صلاة ذات سبب يعني الآن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر الراجح أنه هو إذا كانت بغير سبب نافلة بغير سبب نقول لا تصلي طب إذا لها سبب واحد دخل المسجد بعد العصر يصلي تحية المسجد كسفت الشمس بعد العصر يصلي صلاة كسوف رايح يشتري حاجة بعد يعني ولا يمكن يأخر الصلاة يعني أخر عملية الشراء واحتاج صلاة استخارة راح يخطب قالوا له اتصلوا عليه قالوا له تعال الآن بعد العصر يقول صلي ركعتي استخارة نقول له نعم هذه صلوات ذوات الأسباب لا حرج فيها طيب لبس الأحمر لا حرج على النساء في لبس الأحمر القاني الخالص الصافي بس بشرط ما تظهر فيه أمام الرجال الأجانب لأنه لون زينة فإذا لا حرج على النساء في لبس اللون الأحمر أما الرجال فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر والمياثر الحمر إذن المياثر الحمر ما يلبسها الرجال اللي هو الأحمر القاني الخالص لأنه من لباس النساء لأنه من لباس النساء طيب قال تعالى سرابيل من قطران عن أهل النار والعياذ بالله إيش معناها القطران هو الزفت الأسود المعروف لكن طبعا يوم القيامة زفت غير هذا الزفت أشد وأنكى سرابيلهم ثيابهم من قطران هذا الزفت الأسود المشتعل الحار أو النحاس المذاب طيب الصلاة الرباعية دخل والإمام في التشهد هل يقول التشهد نعم لأنك إما أن تبقى ساكتا أو أن تتكلم والآن ما هو وقت فاتحة ولا هو وقت تسبيح الجلوس هذا وقت التشهد فإيش تسوي تبقى ساكتا لا فماذا تفعل تقول التحيات طيب صيام الاثنين والخميس أفضل للأيام البيض نقول إذا 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 قال واحد هل أصوم في الشهر اثنين وخميس ولا أصوم الأيام البيض نقول اثنين وخميس أفضل إذا كنت حتصوم كل الاثنينات والخميسات ليش لأنه صيام الاثنين والخميس هو صيام ثمانية أيام وصيام أيام البيض ثلاثة أيام فيطلع أنه صيام الاثنين والخميس أفضل من جهة العدد وإذا جمع بينهما طيب طيب العقار الذي يتاجر فيه صاحبه ويتربص فيه ارتفاع الأسعار ويمكن ما يبيعه إلا بعد سنوات قال بعض العلماء تجب الزكاة فيه مرة واحدة إذا باعه كحال كثير من الناس عندهم أشياء يعني عندهم مال يقول خليني أحطه في أرض وترتفع سعرها مع الوقت وإذا ارتفعت بعتها كذلك تجار الأراضي الذين يشترون قطع يعني مخططات كبيرة ويؤخرون البيع هذا يزكي طبعا إذا باع أكيد وأهل العلم يسمون هذا التاجر المتربص ليش المتربص؟ لأنه التربص الانتظار ففي بعض العلماء قالوا عليه زكاة كل سنة وأنه هذا يخلي التجار ما يحتكروا الأراضي وما يمسكوا الأراضي لأنه إذا وجبت عليه كل سنة ما يعني حيبيع عشان ما يخسر هذا قول قوي بالنسبة لمن نظر إلى مفسدة إمساك التجار للأراضي وترتفع على المساكين الغلبانين ما يحصلوا أراضي يبنوها ولا يحصلوا سكن المالكية قالوا التاجر المتربص الذي يدخر المال مدة طويلة تجب عليه الزكاة مرة واحدة إذا باع سلعته أو عقاره
الذي يمتلكه يعني المتربص، وهناك آخرون قالوا كل سنة، وهذا من جهة إيش؟ يخلي التجار ما يمسكوا الأراضي عندهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من كان عنده أرض ينتظر أن يشتريها أحد إذا كان من أهل الأراضي الذين يتاجرون بها فعليه زكاتها ولو بقيت سنوات، أما إذا كانت أرضا عنده استغنى عنها ويريد أن يبيعها لكن ما جازبون فليس عليه زكاة إلا طبعا إلا يعني طبعا بعدها إذا باع بعد مدة فيزكي. طيب، أمها تدعو إلى الشعوذة، نسأل الله السلامة والعافية عليك. النصيحة من أعظم بر الأم أنك تنصحيها في الشعوذة، وأنها حرام، وأن الاتصال بهؤلاء الشياطين حرام، وادعاء علم الغيب حرام، وقضية تأثر على الناس نمرضهم بالسحر أو غيرها حرام. طيب، مسألة الوتر. صلاة الوتر عند جمهور علماء السنن مؤكدة وليست من الواجبات. أبو حنيفة ذهب رحمه الله إلى أنها واجبة، واستدل بأحاديث مثل أوتروا قبل أن تصبحوا، قال هذا أمر، الوتر حق على كل مسلم. والجمهور قالوا حديث الأعرابي أنه جاء قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها على الراحلة، ولو كانت واجبة كان صلىها على الأرض. طيب، أيضا يعني السؤال أنه يعني متزوج امرأة ويريد يعني يتزوج أخرى، فقالت الثانية ما أتزوج عندك زوجة، هذا لا يجوز. ما يجوز الثانية تشتري الطلاق الأولى، تشتري الطلاق الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام مثلها بامرأة تأخذ صحفة أختها وتكفأها، تأخذ إناء الطعام تبع أختها وتقلبها وتكبها ما يجوز، ظلم. وبعدين هذا يعني الآن لو راح طلق زوجته الأولى وراح تزوج الثانية وراح رجع الأولى، طبعا الطلقة هذه باقية في ذمته، بعدين إذا صار شيء بينه وبين زوجته الأولى وراحت عليه طلقة، ولو رجعها يمكن الثانية تزعل تقول له أنت وعدتني أني أكون وحيدة والآن رجعت الأولى، فتروح بيت أهلها. ولذلك نقول له ابحث عن امرأة لا تشترط هذا الشرط السخيف والشرط الباطل، يقول تبغى تزوجني طلق زوجتك الأولى. طيب، حديث يعني انه رضع في واحدة رضعت مع من زوجة أبيه، نقول صارت أختا لك بالرضاع، لأنه لبن الأب، اللبن در بسبب الأب، أبوكم صار أبوها بالرضاعة هو أبوك بالنسب طبعا، فإذا تحرم عليك إذا خمس رضعات فأكثر، لكن التقبيل يترك للزوج يعني السلام المصافحة المعانقة طبعا، وبالتالي بناتها يحرمن عليك أيضا. طيب، بالنسبة للغراء، يا أخي إذا اكتشفت الغراء وما مسه الماء أزل الغراء وأعد الوضوء وأعد الصلاة. يصدق عن ميت على رأس موته وعلى رأس الأسبوع وعلى رأس الشهر وعلى رأس السنة بدعة، تحديد ما أنزل الله به من سلطان، يعبدون الله بغير ما شرع. تتصدق عن ميت، تتصدق بدون تحديد، بعد موته مباشرة، بعد موته بأي وقت من الأوقات يتيسر لك، أما التحديد هذا بدعة. قالت له أبي مريض اسمح لي أروح، قال لا، قالت إذا مات أبي تحرم علي، هذا يمين عليها كفارة يمين، وما يجوز إنها أصلا هي تحرم زوجها، ولا يحرم زوجها مثل الظهار، ما هي مثل الرجل، المرأة ما هي مثل الرجل، فتتوب إلى الله تكفر. وكذلك زوجها كان ينبغي عليه خليها تروح تشوف أبا، يعني هذه حالة يعني صلة رحم، وهذه تبقى في حسرة في حسرة عندها إلى ما شاء الله. ولذلك يعني يا أيها الأزواج مكنوا زوجاتكم من البر، صح يعني مو كل أسبوع أخذت تذكرة تخسرك تذكرة طائرة وتروح ربع الراتب ونص الراتب، لا بس يعني مرة في السنة إذا كان بعيدا، ولا مرة في السنتين، أما كذا طول العمر تحكم عليها وإنت قادر خلها تصل رحمها.
طيب حجت مفردة ما ذبحت ما عليها شيء، لأنه الإفراد ما يجب له ذبح هدي الهدي، وإنما يستحب ولا يجب. تكشف الوجه؟ لا يا أختي، غطي الوجه واقرأي من حفظك. تقولي يعني أنا أبو أدعي، نقول ادعي من حفظك ولا تكشفي وجهك لتقرأي من كتاب الأدعية، لأن القراءة من كتاب الأدعية ما هو واجب، وتغطية الوجه واجبة، بس طبعا ما هو بالنقاب. التعامل مع المبتدع، إذا كان بدعته يعني المبتدع ينصح، وإذا ما انتصح ما قبل يهجر، ولا تقبل منه ولا كلمة، ولا تجلس معه في مجلس، ولا تعزمه على طعامك، ولا تدخل بيتك، ولا تهش له ولا تبش، لأنه البدعة خطيرة. بس لازم يكون بدعة أنت متأكد منها، مو مبدع الناس ونحن ما نعرف عنهم. طيب الجماعة البلاغية ليس عندي علم يعني فيها، ما أدري، طبعا ما يمكن ما يقصد الأخ جماعة التبليغ، يمكن يقصد الجماعة البلاغية، قد يكون شيء ثاني أنا لا أعرفه ولا أستطيع أن أتكلم فيه. طيب قضية أنه عمرها 12 سنة صارت تصلي، إذا كانت بلغت يعني بعد الـ 12 أو في الـ 12 ما عليها شيء عما مضى، يعني لا يكلف الصغير إذا بلغ بقضاء ما فات قبل البلوغ، لأنه ما هو واجب عليه، لكن يؤمر به تدريبا قبل البلوغ، بس ما هو واجب بمعنى إذا بلغ وما صلى من قبل البلوغ نخليه يقضي، لا. الآن عن نوافل، وأخيرا ابن أخت عمره 30 سنة وأبوه رفض يزوجه، ورفض يتزوج يعني حتى لو فزوجوه، فقاطعوا أبوه المقاطعة بغير حق. واحد صار عمره 30 بزمن الفتن هذا ما يتزوج، بزمن الفتن هذا ما يتزوج. وأنا قلت لكم سابقا لازم نسعى في تزويج الشباب والفتيات، وكل واحد يدل. تيجي فتاة تقول والله يا فلان يا أباها يا أمها يا وليها يا شيخ يا داع يا فلان دبر لي زوج، أنا أخشى على نفسي. لازم نتعاون في هذا الباب. هذا الشاب يقول ما زوجوا أبوه، سعينا له وزوجناه، الله يجزيكم الخير ويكثر من أمثالكم ويجزيكم يأتيكم من فضله، نفستم كربة أخيكم وزوجتموه، وأبوه ما له حق حتى لو زعل عليه بغير حق. والابن ما يأثم، يسعى في مرضات أبيه ويحاول ويحاول، لكن أبوه في النهاية إذا ما رضي ما هذا بغير وجه حق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبلغنا شعبان ورمضان وما بعده ونحن على الدين والإيمان والطاعة. نسأل الله حسن الختام، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات. ضمن إصدارات مجموعة زاد للنشر سلسلة كتيبات أعمال القلوب، مجموعة من الرسائل في تربية النفس وتزكيتها، قريبا في مجلد واحد بإذن الله، متوفرة الآن ضمن تطبيقات أب ستور وأندرويد ماركت. للتواصل عبر بريدنا الإلكتروني publishing@zadgroup.net. مجموعة زاد، الشراكة في الإنتاج الهادف. تبصر أخي في طريق الحياة بصائر للحق نورا مبينا، تدل الحيارى لدرب النجاة وتجلو الضباب عن السالكين، وفيه هدى الله قرآنه تحن القلوب إليه حنينا، ويكفي وما عنه يكفي بديل، فويل لمن غيره يبتغونا.